هو اللي قابلنا، هو خالقنا، هو اللي يعرف يسد احتياجنا، هو اللي يعرف يكلمنا، هو اللي يعرف يشفي ويحرر ويخلص، هو اللي يعرف يكلم ويشبع كل قلب. ويا رب بارك كنيستك في هذا الصباح، بارك وقت التسبيح، وقت الكلمة. نعلن سلطان يسوع على اجتماعنا، نعلن سلطان اسم يسوع على اجتماعنا. مجد ذاتك يا ابن الله، مجد ذاتك يا ابن الله، مجد نفسك يا رب، مجد اسمك وسطينا يا رب. خد المجد في وسطنا، خد المجد في وسطنا يا رب، بينا المريض وبيننا المعوز وبيننا المظلوم وبيننا الخائف والخائر وبيننا اللي محتاج، وانت تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. افتح يمينك الكريمة يا رب زي ما عودتنا، افتح ايدك الكريمة يا رب، وافتح قلوبنا عشان نستقبل عطاياك ونستقبل قوتك وشفائك، عشان نستقبلك انت شخصيا الحاضر في وسطنا يا رب. اعلانات جديدة من الكلمة يا رب، اعلانات حية مغيرة لكل قلب فينا، اعلانات حية تعطي حياة يا رب. بنعلن احتياجنا وعوزنا لشخصك يا رب، جاي نقول مع عبدك بطرس الى من يا رب نذهب، وكلام الحياة الابدية هو عندك. ايوه يا رب، ايوه يا رب. يا الله إلهي أنت عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أيوة رب، نفوسنا عطشانة لشخصك، نفوسنا عطشانة لجلالك يا رب، نفوسنا عطشانة ليك. مبارك اسمك عشان أنت بتحضر كوعدك يا رب لنا. نشكرك لأجل عرش النعمة المفتوح أمامنا على حساب الدم الكريم. ليك المجد في وسطينا. تعالوا مع بعض نقف كده واحنا بنبدأ عبادتنا بأشعياء 40. خلونا نقرأ مع بعض بعض الآيات من أشعياء أصحاح 40 من عدد 1 لعدد 7، من 1 لـ7 في سفر أشعياء أصحاح 40. تعالوا كده نعبد الرب مع بعض. النهاردة يوم الأحد، يوم القيامة، يوم النصرة، يوم بنحتفل بيسوع المقام. مش بس قام، لكنه قام وعمل إيه؟ أقامنا وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. عشان كده إحنا النهاردة بنتحد بالأجواء السماوية اللي هو حطنا فيها. أشعياء 40، يلا مع بعض. عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن اسمها قد عفي عنه، إنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطأ يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل ناد فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى، يلا مرة تانية، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. هللويا، مبارك اسمك من كل القلب، لأن كلمتك تثبت للأبد، لأن شخصك يثبت للأبد، لأن اسمك يثبت للأبد، لأنك في السماوات ثبتت كرسيك، مملكتك على الكل تسود، لأن اسمك برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. اسمك يسوع تخلص شعبك من خطاياهم. نشكرك من كل القلب لأن كلمتك حية وفعالة يا رب. على كلمتك نأتي، على كلمتك نلقي شباكنا، على كلمتك نأخذ حياة، على كلمتك نأخذ خلاص، على كلمتك كل يقين بالحماية والرعاية، على كلمتك يا رب كل يا رب قداستنا مبنية على كلمتك. احنا جايين النهاردة نعظمك ونعظم كلمتك. نشكرك لأنه الكلمة صار جسدا
وحل بيننا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. نشكرك لنا في كل النعمة وكل الحق، ليك المجد وسط الكنيسة النهاردة يا رب، جايين نعبدك مع كنيستك العامة في كل مكان يا سيدنا. باركنا في محضرك، كلمنا في محضرك، اشبعنا في محضرك، وهبنا نقدم ذبائح مرضية أمامك مشبعة لقلبك أيها الآب على حساب الدم الكريم يا رب، اللي بنصلي عشان كنيستنا، بنصلي عشان كل كنيسة وكل طائفة، كل قديسيك المجتمعين نظيرنا في كل مكان يا رب. نصلي لأجل يا رب عبد قداسة البابا تودروس، نعمة وحكمة لعبدك يا رب، نسأل لأجل صحته وحياته، بنصلي بركة لي يا رب في كل مسؤولية ملقاة على عاتقه عبدك يا رب. رئيس الطائفة الأساس أندريا بنحطه بين إيديك يا رب، كل مسؤول، كل من هم في منصب بنحط بلادنا أمامك عبدك. رئيس البلاد يا رب بلادنا، رئيس الوزراء، كل مسؤول في هذا البلد، تحنن على بلادنا وعلى شعبنا، احنا بنصلي عشان عملك في كل مكان يا سيدنا الرب. يا سيدنا الرب في الغضب اذكر الرحمة، يا سيدنا الرب ألا تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك. يا رب احنا بنصلي يا رب انك انت تأتي بأيام مجيدة يا رب، أيام يا رب حياة ونهضة لشعبك، أيام فك القيود يا سيدنا الرب، أيام إرساليات، أيام يا رب خلاص، أيام خدمة، أيام تكريس في أزمنة صعبة. نشكرك عشان أنت حي، أنت حي في وسطنا يا رب. مسحة لأخونا صمويل في التسبيح، العازفين والمسبحين يا رب، بنصلي عشان قناة الكرمة وكل المشاهدين وكل الخدام فيها يا رب. تكلم إلى شعبك في كل مكان، لك المجد والكرامة والسجود في اسم يسوع. آمين آمين. تعالوا مع بعض في صباح الأحد نعبد الرب مع بعض بالتسبيح. نشكر رب لوجود أخونا الغالي أخونا صمويل لطيف، نصلي الرب يستخدمه ويسبح فيه ويسبح فينا في هذا الصباح. مبارك اسم الرب إلهنا اللي ادانا فرصة جديدة نيجي قدامه علشان نعبده ونفرح به. أمين أمين. باسم ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبده، هو بري كله وفيه أصبحنا كاملا. أنا كل كفايتي فيه، أنا كل نظري عليه، وأنا بثق إن هو كمالي وهو جمالي في المسيح. فيه أنا مقبول، فيه أنا بدخل إلى هذا الحضور وهو حاضر في وسطنا. تعالوا نقول مع بعض الكلمات دي، نعبد ربنا، وانت كمان قدام الشاشة تعال اعبد الرب معنا. فانسى نفسك إذن وفكرن في معبودا
قد إيه إحنا محتاجين نفرح بيه. مين يقول أمين؟ نثق في سيادته وملكه، ونثق في سلطانه على كل الأمور بالرغم من كل الظروف اللي بتحصل حوالينا. حاجات كتير، مشاهد مزعجة ومربكة، المفاجآت اللي بتحصل في حياتنا واللي بتحصل قدام عينينا، الحاجات الغير متوقعة، إحنا محتاجين نمسك فيه أكتر، إحنا محتاجين نشاور عليه أكتر. مين يقول أمين؟ وإحنا بنتمسك بالوعد اللي بيقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل، يعمل إيه؟ يحفظ قلوبكم وإيه كمان؟ وأفكاركم. أوقات سلام الله يوصل لغاية قلبي بس فكري برضو لسه إيه؟ شغال يلف زي الدوامة، بفكر في اللي جاي، بفكر في اللي هيحصل بكرة، بفكر في الدنيا هتمشي ازاي بالشكل ده وبالوضع ده. بس أنا بصلي النهاردة إنه سلام الله مش بس يوصل هنا، لكن كمان يطلع فين؟ يحفظ قلوبكم وإيه كمان؟ ربنا يهدي أفكارنا. من يقول أمين؟ أمين أمين، قولوا أمين. وانت كمان قدام الشاشة قول أمين في اسم يسوع. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، تيجوا ننادي عليه. يا ملك السلام، أغمرنا، أغمرنا بسلامك والحيارة والناس اللي بتعاني من الحروب والزلازل والبراكين والأعصير. يا رب أغمر شعبك بسلامك. تيجوا نوقف عن شعب الرب كلنا، يلا نوقف مع بعض، يلا نقول مع بعض. بالبروح وبالعيون
حميد والدليل يعلنوا تاني مع الشكر والتسبيح. مبارك اسمك يا رب. هي دي العلامة ذبائح السلامة، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها. فأرى الدعم وأعمل إيه؟ أرى الدم وأعبر عنكم. لما تتعرض لأي ضغوط خد أقرب مواصلة للصليب، هناك الحل، هناك الحل لخطاياي وخطاياك، هناك الحل لاضطرابي واضطرابك، هناك الحل لمرضي ومرضك، هناك الشفاء لكل داء. قف يا جندي جانب الصليب عند شروق النور، حتى عند انسدال الظلام. ثق بربنا صخر الدهور، قف بجوار الصليب أيها الجندي الجبار. سنغلب عن قريب ونرجع بالانتصار. يلا نقول مع بعض. غمض عينك معايا وقول له أشكرك يا رب،
قف يا جندي جانب الصليب، حتى عند انسدال النهار، حتى إن كان في ظلام بين قدام عينينا، لكن أنا جاي يا رب محتاج أشبع بيك يا رب، محتاج أشبع بيك. مين النهاردة يقول له اشبعني بحضورك يا رب، اشبعني بحضورك. حضورك هو اللي يرفعني فوق كل مشاهد قبيحة في هذا العالم يا رب. أنا لست أشبع من حبيبي، أنا لست أشبع من شهد. دينا نفرح بيك، دينا نحطك قدام عينينا دايما، تكون حاضر قدام عينينا بغلبتك ونصرتك، لأنك عظيم، لأنك مستحق وحدك وليس سواك، ليك المجد وليك الكرامة. آمين آمين. هختم معاكم بترنيمة أنا مش مختارها، بتقول زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطاله. بستعجب قوي على الرب لما يتكلم مع جدعون في سفر القضاء صح 6، والرب يقول لجدعون كده الرب معك يا جبار البأس. مفروض يتشجع بقى خلاص، يعني الرب ظهر له بنفسه يقول له امين يا رب، اشكرك لانك بتقول لي انا جبار البأس. عارفين رد عليه؟ رد محبط جدا جدا. قال له ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه وأين كل عجائبه؟ بس عارفين الرب رح لمسه، مسه ملاك الرب، مسه عشان يقول له إيه؟ يلا بقى يلا اتحرك. أنا بقول لك أنت إيه؟ أنت جبار. النهاردة ربنا عايز يزق ناس يقول له
يلا تحرك، اوعى تقف في مكانك، اوعى تحبط. نادوا الابطال ابطاله، يمشوا بايه؟ قدام، قدامكم، قدامكم. يلا نختم مع بعض بالكلمات دي، يلا نقف كلنا مع بعض. Oh.
وانت واقف قدام الرب وقول له اشكرك لاني انا غالب، غالبين بشهادته، بشهادته هو، غالبين بشهادته بدمائه وميراثنا. احنا لينا ميراث، ميراث عظيم، كنز لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ، واللي حفظه لينا هو لي كل المجد. بنباركك لأنك حاضر هنا في هذا المكان وحاضر في كل مكان يا سيدنا، حاضر وموجود علشان تكلم وتشجع شعبك المحتاج إلى كلامك. ادينا نور من عندك وافتح ذهننا عشان نفهم الكتب ونفهم كلامك، وبالروح القدس تعالى فيد جوانا يا رب، وتكلم لكل نفس محتاجة إليك في هذا اليوم. ليك الكرامة وليك كل المجد، آمين آمين. فضلوا ارتاح. نشكر الله لأجل وقت التسبيح المفرح. نشكر الله عشان أخونا صامول، بنصلي بركة ليك يا صامول في كل مكان. فرحانين نكون كمان معنا أميرة وسما، رب يبارككم كعيلة. مشغول قبل ما نبدأ نسمع كلمة الرب لينا، ناخد دقايق كده نصلي عشان نكمل صلاة عشان أحبانا السودانيين وظروف السودان. هناخد وقت نصلي عشان ليبيا والسيل واللي حصل فيها، صلى عشان المغرب وزلزال. الحقيقة أخبار كلها مزعجة وأخبار متعبة، مشاهد صعبة. الواحد للأمانة كانوا بيتفرج على فيلم، يعني كانوا بيتفرج على حاجة حد بيخرجها، خدع بصرية. والكنيسة دورها أن هي تتحد بألام الناس ايا كان الدين، اللغه، الشكل، ما يفرقش مع الكنيسه كده. فاحنا خلونا نصلي لاجل البلاد دي ولاجل العالات. على فكره احنا عندنا قريه في مصر راح منها 75 واحد، قريه في بني سويف راح منها 75 واحد في احداث ليبيا. فاحنا نتحد ونصلي لاجل البلاد دي، ونصلي عشان العائلات دي، ونصلي رب يحسن لهذه البلاد ويحل الأزمة، يدي نعمة وحكمة وتعويض ويحفظ بقية البلاد. تعالوا نتحد كده في الصلاة، تعالوا كشعب الرب المتشفع المصلي المتحد. أيوة رب، احنا جايين بكل قلبنا ككنيسة قدامك، نتحد يا رب بشعوبنا يا رب وببلادنا المنكوبة اللي محتاجة لتدخلاتك يا رب. احنا جايين نكمل صلاة عشان السودان يا رب وعشان اخواتنا السودانيين يا رب، نصلى عشان الحرب وآلة الحرب المدمرة يا رب، لأجل ده عمل إبليس، الحرب والقتل والدماء، هو قتال منذ البدء. احنا بنصلي هدوء في السودان يا سيدنا رب، حلول إلهية من عندك يا رب. شعب السودان يا رب اللي رايحين في كل بلد وفي كل حتة، تحنن عليهم يا رب، تحنن عليهم يا رب، ودينا قلب يخدمهم ويحبهم، أحبان اللي وصلوا إلى بلادنا يا رب. احنا جينا نتحد يا رب بليبيا واللي حصل فيها يا سيدنا رب، عشان الدمار اللي حصل يا رب، تحنن على ليبيا وعلى شعبها يا رب. البيوت والبلاد الكاملة والقرى اللي دمرت يا رب من الفيضانات يا رب، تحنن انت، عز القلوب المكسورة يا رب. من غيرك يجي بشفاء وبلسان على هذه البلاد. احنا بنصلى عشان المغرب وشعبها يا رب، عشان يا رب القرى والقرية اللي كانت مسحت يا رب. احنا بنصلي عشان العائلات اللي فقدت كثيرين يا رب، تحنن على هذه البلاد المنكوبة يا رب. احنا بنتحد بيهم وبألمهم، بنصلي انت تأتي ليهم يا رب، انت تزورهم يا رب، وده نعمة وحكمة وبصيرة اذا نخدم يا رب اخواتنا دول يا سيدنا. بنصلي يا رب تحفظ بلادنا من كل شر، بنصلي عشان كل المنطقة العربية المحتاجة لك، تحنن عليها يا رب واشرق بمحبتك وبنورك. احنا بنصلي يا رب ان كل الامور تقول لمعرفتك والتقدم الانجيل. احنا بنشكرك عشان ما تسمع الصلاة في اسم يسوع لكل المجد، امين امين. معرفش كم واحد فينا حاسس ان هو جه في الزمن الغلط، واتمنى ان يتولد في زمن غير الزمن ده. يعني انا ليه اتولدت في اليومين دول؟ ليه شايفين المناظر دي؟ معرفش كم واحد فينا لما بيتفرج على التلفزيون بيشوف افلام الستينات
فاكرين افلام الستينات والخمسينات، تشوف كده الابيض واسود ده، تشوف الشوارع فاضيه والناس رايقه ولابسين بدل في عز الحر، وتركب عربيات وسرايات وشجر مال الدنيا ومدرم صيص فاضي. فالواحد يحس يتمنى ليه ما عشناش الايام الرايقه دي؟ ليه الايام اللي عايشين فيها ايام بعيد عنكم كلها ضرب ضرب، ايام صعبه، ايام وحشه من كل نوع ومن كل نوم. ايه الا وجدني في هذا الزمن السيء والرديء؟ وكاننا كده اتوجدنا وتوحلنا في ايام نفسنا نعمل ايه؟ نطلع منها، نقول للرب ليه وجدتني في هذا الزمن؟ ايه كميه المشاهد والمناظر والالام والضيقات اللي انا موجود فيها؟ مفيش يومين سهلين، ما عرفتش تولدني في القرن اللي فات او تجيبني في القرن اي وقت غير الوقت ده. بتعدي علينا أمنية زي كده، أزمنة صعبة. وأنا أشارككم النهاردة بواحد عاش في زمن صعب. في سفر الملوك الأول، المفروض مشغله، ممكن حد يشغله، أيوة، ملوك الأول 17، بنتقابل مع واحد عاش في زمن من أصعب الأزمنة. ملوك الأول 17، بداية ظهور لرجل الله إيليا، النبي الناري لو عايزين نسميه، الرجل اللي جه عمل فرق في الزمن اللي هو فيه. إيليا جه في أسوأ زمن. إيليا بنتقابل معاه في ملوك الأول 17 ل19. قمة حياة إيليا هنلاقيها فين؟ ملوك الأول 18 على جبل الكرمل. وإيليا هنتقابل معاه في ملوك الثاني صح 1 و2. في أخبار الأيام الثاني هنقابله كمان. هنقابله في ملاخي، في نبوة عن انه إيليا يظهر مره اخرى قبل مجيء المسيا. فنقابل اخر مشهد نشوف فيه او كلمه او اشاره لإيليا في ملاخي. وبعدين نتقابل مع يوحنا اللي اتى بروح إيليا في لوقا 1 وفي متى 11 ومتى 17. هنقابله بعد كده مره تانية في واحد من اشهر المشاهد، فهو في العهد القديم كان على جبل الكرمل، ده قمه عهد القديم بتاعه. وفي العهد الجديد كان على جبل ايه؟ جبل التجلي، متى 17 ولوقا 9 ومرقس 9. هنقابله تاني بعد كده، الرب نفسه لما جه جاب سيرة العناية الإلهية، انه بيهتم بالشعوب بره شعبه، فجاب سيرة الأرملة اللي عالت إيليا. حتى بولس الرسول في روميا 11 لما حب يستشهد انه الله لشغل وسط شعبه، وانه رغم انه الناس بتقول ما فيش مؤمنين واتقياء، والله خلص شغله مع شعبه، فبيقول انه ايام إيليا كان في كم واحد؟ 7000 ركبة. هنقابله بعد كده في رسالة يعقوب، فاكرين يعقوب بيكلم عنه بيقول كان إيليا، حد حافظ؟ انسان تحت الالام مثلنا. تعالوا أشارككم بكم فكرة رب حطهم على قلبي. يقول كده، قال إيليا التشبي، هو من تشبة، دي بلد من مستوطني جلعاد لأخاب، فهو اتولد في بلد لكنه عاش في جلعاد. حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. كان كلام الرب له، انطلق من هنا، اتجه نحو المشرق، اختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن. ليه بقى؟ أنا كده الأردن نشف وبعدين يكمل، أنا اللي أكمل من عندي، أنا برجع لورا حالا، معلش، محدث. فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان، وفي بعض الترجمات العربان يعني عرب أو غربان، كده أو كده تيجي بأي معنى من الاثنين، الاثنين برضو يؤدي الغرض، أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر الكريث الذي هو مقابل الأردن. كانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم إيه العظمة دي، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يابس لأنه لم يكن مطر في الأرض. ولما رأى أخاب إيليا قال له أخاب، احنا كده فصح 18 من ملوك الأول، أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال لم أكدر إسرائيل بل أنت
وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. بعليم جمع بعل. فالآن أرسل، وبعدين يكمل الكلام معاه. أشارككم النهاردة بفكرة عنوانة كده: زمن رديء ومشيئة صالحة. زمن إيه؟ رديء ومشيئة صالحة. لكل واحد حاس إن هو موجود في زمن رديء، وحاس إن هو في أيام صعبة، وحاس إن هو كان نفسه يتمنى يتولد في أيام غير دي، وما يشوفش أخبار غير دي، ولا قابل ناس زي دول، ولا قادة زي دول، ولا حكام زي دول، ولا ظروف زي دول. أنت عارف لما تتكوم عليك كده في الزمن بتاعك كمية. حكيت له كتير عن مريم بنتي وكل دفعتها. أول ما دخلوا كي جي 1 جت إنفلونزا الخنازير، كي جي 2 إنفلونزا الطيور. دخلوا سنة أولى حصلت الثورة الأولى 2011، وبعدين 2000 وكان بعد كده 13، وبعد كده خدوا نفسهم، بعدين بدأوا في إيه؟ في كورونا. خلصت كورونا لقوا نفسهم فين؟ في حرب أوكرانيا. فالعيال حسوا إن هم جيل، كانت تقول يا بابا أنا حاسة إن مستقبلي بيولع قدامي. جيل شاف كل أنواع إيه ده؟ بصراحة في كثافة في الزمن بتاعهم. عايز أقول لكم إن إحنا كلنا بيجيلنا هذا الإحساس إن إحنا في زمن شكله إيه؟ رديء. لكن رغم إن في زمن رديء، لكن في مشيئة صالحة. إليا كان في زمن رديء، لكن كان في مشيئة صالحة. كان في الزمن الرديء، وأشارككم بكام فكرة في الزمن الرديء والمشيئة الصالحة. أول درس: إليا والزمن الرديء. اتولد امتى إليا بقى؟ ايام اخاب. يعني اول ما إليا بقى في الملك، بقى في النبوة، كان في الملك اخاب. واخاب اتجوز مين؟ مدام ايزابل. يا ساتر يا رب. وبعدين جابوا عيل اسمه اخازيا، كان اشر من ابوه. الايام دي والملك ده والزمن ده، أخاب كان واحد من أسوأ ملوك إسرائيل على الإطلاق. إليا كان بيخدم في المملكة الشمالية. المملكة الشمالية فيها 20 ملك كلهم أشرار، الجنوبية 19 ملك، ما بين رايح وجاي، يعني إيه؟ كل واحد كويس، واحد وحش، 22 واحد حلو وكده. لكن المملكة دي كلها مملكة شريرة، 20 ملك شر. يعني يا رب تولدني في الحتة دي، في المملكة الشمالية، في الزمن الرديء ده. وبعدين أخاب لم يكتفي إن هو يكون شرير، لكنه جوز واحدة شريرة جدا. مين حماه؟ أثبعل. مين أثبعل ده؟ هو ملك وكاهن البعل لصيدوم، لصيدة، صرفة صيدة، هنشوفها بعد شوية. فجاب واحدة، بصوا من الآخر، جايبة الآخر، أبوها ملك وكاهن البعل، أثبعل. أنا عايز أقول لكم لما نقرأ عن أخاب، إحنا ما نعرفوش على فكرة كويس أخاب. عمل أخاب ابن عمري، أبوه اسمه عمري، عمري ده كان شرير في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا. يعني زهيدا قليل سلوكه في خطايا يربعام ابن، عارفين مين يربعام ده؟ تتلغبطوش. عارفين من اللي عمل الانقسام من الملكتين أيام رحبعام؟ يربعام. يربعام هو اللي خد المملكة الشمالية وانفصل. يربعام الكتاب يقول عنه كده: في كل مرة جسم يربعام الذي جعل إسرائيل كله يخطئ. انتوا عارفين كده لما تلاقي في جملة راكبة على شخص مشهور، فلان ده اللي بيعمل كذا أو كده. يربعام ده كان يقولك إيه؟ الذي جعل إسرائيل كله يخطئ. أخاب بقى عمل إيه؟ اللي عمله أخاب كان شيء زهيد بالنسبة للي عمله يربعام. ده ايه المرار ده؟ ده ايه ده؟ ايه السواد ده اللي عند أخاب؟ وكمل بالجوازة الطين اللي اتجوزها. ده أول درس يا إخوة، اللي هو ايه؟ إنه أتى إلي في الزمن السيء. لكن في الزمن السيء ده، لما الأرض طلعت أخاب، الرب طلع ايه؟ إلي. لما الشر أنتج أخاب وأخاب أنتج الشر، السماء أنتجت إليا. وده سكة لازم نعرفها، إن في كل مرة يكون في زمن سيء وزمن رديء، المشيئة الصالحة تقول أنا هبعت إليا.
فيظهر إليا في الزمن ده، يظهر في الوقت ده، واعتقد ان هو في اوقات إليا كان يحس ان هو سيء الحظ، لكنه كان عنده دعوه على حياته، وهو حس ان رب اوجده في الزمن ده علشان مهمه خاصه، انه الزمن ده امه بتضيع، مملكه بتضيع، تعبد البعل. إليا استرد هذه الامه مره تانية. يا حبه، في كل زمن سيء يرسل الله رجال، دي مشيئة الله الصالحة. ربما تكون حاسس أو حاسة، أيا كان مستواك الروحي، خادم مش خادم، كبير صغير، موهوب مش موهوب، أنت مؤمن ابن الله موجود في زمن رديء، لكن مشيئة الله الصالحة أن يوجدك في زمن هو محدده. أؤمن إيمان شخصي أن رب أوجدني في هذا الزمن، رب أوجدني في هذا البلد، رب أوجدني في الظروف دي، مش صدفة. رب يوجدنا في أزمنة وأمكنة بترتيباته الصالحة. على مدار الزمن كل ما الأرض تنتج شرا الرب ينتج بر. لما نمشي في الخط كده، لما نروح مثلا في وقت الإصلاح في القرن 15 نلاقي الكنيسة وصلت لأسوأ مراحلها. يرسل الرب مين؟ لوثر. قبل لوثر كان في جون هيس وجون نوكس، الجماعة دول واحد منهم مات مولعين فيه. قبل لوثر كان في ناس بسبب دفاعه عن الكتاب المقدس وطباعته للكتاب مسكوا ولعوا فيه. جون هيس ده حرقوه حيا. الرب كل وقت يبعت ناس ورجال. اوعى تكون عايش وعايشة بمرارة من الزمن ونشعر ان احنا سلمنا للزمن. لما السماء قفلت بعد ملاخي الرب يرسل مين؟ فاكرين احنا قرينا اشعياء 40 في الاول، صوته صارخ في البرية. ولما الدنيا بقت ظلمة الرب عمل ايه؟ قال ليكن نور. اتى يسوع، اتى النور الكامل. لما الدنيا عملت ايه؟ اظلمت، لانه حيث كثرت الخطية يعمل ايه؟ ازدادت النعمة جدا. ده مش معناه نعمل خطية في النعمة تزيد، لا، ده لما الإنسان ما كانش في حل خطيته، لا ناموس ولا أنبياء ولا أي حاجة، فالرب قال الحل فين؟ في النعمة. يا أحبة، الرب يوجدنا في أزمنة وأمكنة، مش صدفة. المشيئة الصالحة يوجد إلي في زمن أخاب. هقول لكم على فكرة مهمة في قبل ما نقول على الدرس التاني. عدت الأيام وعدت السنين، سنين طويلة عدت على الحادثة دي. النهاردة لما بنتكلم عن الزمن ده بنقول زمن أخاب ولا زمن إليا؟ ده بجد؟ زمن إليا مش زمن أخاب. خلي الشر يجيب آخره ويرسل الله قدسيه، ويبقى الزمن زمن إليا رجل الله، مش زمن أخاب رجل البعل، مش زمن إيزابل امرأة البعل أو بنت رئيس كهنة البعل. ده زمن إليا. أنا عايز أقول لكم الزمن اللي نكون فيه يبقى زمن الكنيسة مش زمن العالم. الزمن اللي تكون فيه والمكان اللي تكوني فيه يبقى زمن بتاعك. الشغل اللي انت فيه هو الزمن بتاعك انت. الأيام تعدي وتروح وتيجي، ويبقى كان في إليا هنا، كان في كنيسة هنا، كان في مؤمن هنا، كان في مؤمنة في الحتة دي، العمارة دي كان فيها شخص مختلف، الشغل ده كان في راجل غيرنا. يتقال على الزمن مش زمن أخاب لكن زمن إليا، زمن يهوى مش زمن البعل. الموضوع مش حماس لكن التاريخ. ولما سألتكم ببساطة ده كان زمن أخاب ولا إليا، قلتوا زمن مين؟ زمن إليا. الزمن هيجيب أسوأ ما عنده، لكن يفضل أولاد الله لما يكونوا بيسمعوا من الرب وعايشين بحسب مشيئته وبيقولوا اللي عايز يقوله ويعيشوا ضد الطيار، يبقى مش زمن أخاب لكن زمن إليا. ليكن هذا الزمن زمن إليا، زمن الكنيسة. فاكرين الأزمنة اللي جت على الكنيسة؟ الكنيسة المصرية دي موعودة بأزمنة بعيد عنكم يعني، وإحنا كان لنا الشرف والانبساط وكان لنا أوقات مجيدة في البلد دي. أيام فاكرين لما كنا بنصلي عشان البلد والنور قطع، ولما النور قطع
جم وقال لك 500 سنة وبعدين ترى القوانين تمشي ازاي، الدنيا تمشي ازاي. الغريبة احب انه في الوقت ده رب اقام الكنيسة، اقام خدام، اقام مصليين، اقام ناس بتحبه وعندهاش. انا ما كنتش عارف الشجاعة دي جاية بامارة ايه، الشجاعة اللي احنا بامارة ايه، كمية الاناجيل اللي وزعناها بامارة ايه، كمية الناس اللي كلمناهم عن الرب بامارة ايه، بامارة انه كان يهوى هنا، بأمارة إن الزمن عدى وبقى اسمه زمن الإيه؟ الكنيسة. وحداشر حداشر يشهد إن الزمن ده كان زمن الكنيسة. الزمن الرديء في أخاب، لكن المشيئة الصالحة فيها، ده إحنا لسه ما بدأناش الخدمة فيها. إليه الدرس الثاني بكل سرعة، إليه والسلطان الإلهي. إليه الغريبة إنه كان الرب يقول له روح قابل أخاب. أنا قابل أخاب بجبروته؟ أنت مش عارف مين أخاب على فكرة. بالمناسبة واحدة من الحاجات اللي عملها أخاب، عبادة البعل كانت مرتبطة بتقديم ذبائح بشرية، والبعل انتشر في كل حتة وعمل لي في كل مكان هيكل، وعمل على الجبال وفي كل مكان أماكن لعبادته، بقى هو العبادة الرسمية في البلاد. تم تقنين في الزمن ده عبادة البعل. في الزمن ده كان أنبياء البعل بيأكلوا فين؟ حد فاكر؟ على مائدة الملك عند المدام، صح؟ مدام إيزابل. على فكرة إيزابل كمان خدت الختم من أخاب، فاكرين؟ ختم كان معاها. وبعدين أنبياء رب فين حتة؟ فاكرين فين؟ في المغاير. ربنا قام واحد اسمه عبادية بيروح لهم كل يوم بعيش وماء مستخبيين. ايه الزمن اللي ايه الزمن ده؟ ايه الزمن المقلوب ده؟ رجال الله مستخبيين في المغارة، وانبياء البعل بياكلوا فين؟ على مائدة الملك، مبرطعين في البلد، البلد بلدهم والأسر أسرهم والحكومة بتاعتهم والملك معاهم. ايه الزمن ده؟ أخاب من الحاجات اللي عملها انه بنى أريحة مرة تانية. اقروا ملوك الاول 16 في الاخر كده، عارفين أريحة؟ فاكرين يشوع أريحة لما عدى عليها؟ يشوع قال حاجة ساعتها، ملعون من يبني أريحة، بابنه يبنيها وبالابن الثاني او بصغيره يعمل ايه؟ يفتحها، او يحط اساسها بعيل ويفتحها بعيل تاني. اخاب من جبروته تحدى اللعنة دي وعمل ايه؟ وبنى أريحة. والمهندس والراجل بتاعه اللي بنى أريحة حصل فيه اللعنة، ان ابنه البكر مات لما حط اساساتها، وابنه الصغير قتل لما فتح أريحة. تحدي رهيب ومقنن. يلا إلي عندنا شغل، عندنا شغل. تتكلم جد يا رب؟ روح قابل أخاب. طب حتة حتة، روح قابل أخاب. يروح إلي يقابل أخاب بسلطان، بسلطان. فاكرين أشهر آية لإيليا؟ أشهر مقولة لإيليا، 1 2 3 قولوا: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ده كان الكلمة اللي على فم حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. منين جاب السلطان؟ شوفوا معايا أول ظهور لإيليا، ده إعلان على فكرة، الآية دي فيها إعلان. حي هو الرب إله إسرائيل الذي، ما تقروا معايا؟ وقفت أمامه. كان دائما يقول لذا أنا إيه؟ واقف أمامه. أول مرة يظهر إليه يقول الذي، عملت إيه؟ إيه ده؟ أتاري كان في حاجات إيه؟ في الخافة وفي السر. ما طلعش إليه كده من دماغه، ولا طلع كده اتشجع وراح قابل الملك، لا، ده كان عنده وقت طويل واقف قدام الرب لحد يعرفه، ولا دريان بيه، ولا يعرف مين إيليا، ولا يعرف الرب اللي بيكونه ازاي وبيديله سلطان ازاي. في وقت اختباء في حياة إيليا، في وقت قبل ما يقول الذي أنا واقف أمامه، جه وقت لازم يقول أنا إيه؟ وقفت أمامه. تخيلوا معايا إيليا طلع من دماغه كده، والحي هو الرب الذي أنا إيه؟ روح العب بعيد يا حبيبي، لانه كان لازم يعمل ايه في الاول؟ ايوه، لازم يقف لوحده قدام الرب. إيليا صاحب السلطان المقتدر امام الناس، هو المنكسر والمتضع،
أمام الله. أنا توقعي أن لي قاعد وقت ما أعرفش هو قد إيه، لكن لغاية ما الرب قال له إيه، يلا جه الوقت اطلع. يحب هنقول تاني كتير، الخلوة أهم من الخدمة، الخلوة أهم من الخدمة، والمخدع أهم من المنبر. وأي واحد فينا، مش بس على مستوى الخدام يا أحبة، على مستوى الأباء والأمهات والمسؤوليات اللي احنا فيها، على مستوى الأشغال، إزاي نواجه ولادنا وإزاي نقودهم في مجتمع شرير، إزاي في أشغالنا نروح يبقى عندنا نعمة غير لما نكون الذي أنا إيه وقفت أمام، وإزاي نواجه العالم وتحدياته والشر اللي فيه من غير إزاي نخدم الرب ونطلع على منابرنا وإحنا مش واقفين قدامه، إذا نخدم أبسط خدمة بسيطة. الناس كلها دلوقتي بتدور على الشهرة وعلى الصورة وعلى اللايكات وعلى الانتشار، بس رب ما يهموش انتشارك على فكرة، رب ما يهموش انتشارنا، رب يهمه إحنا نكون معاه، إحنا نكون شبعين منه. ده المهم، ده المهم. فلما تطلع للنور يبقى عندك سلطان. عشان كده خدمات كتيرة والأثمار ضعيفة، لكن مؤمن واحد بس، مؤمن غلبان، مؤمن مش معروف، ياخد وقت قدام الرب لوحده، ولما الرب يزق ويطلع يناديك بطل. عشان كده احنا محتاجين جدا ان احنا نقول كده، الذي عملت ايه؟ وقفت امامه. وقف قدام الرب عن عيالي قبل ما اروح اكلمهم، قف قدام الرب عن مخدومية، قف قدام الرب عن جيراني والناس قبل ما اكلمهم، لأنه من غير كده هبقى إيه؟ مكشوف، عريان، ضعيف، ما عنديش رصيد. حكيت لكم كتير على الحكاية دي. أنا كان ولازال وسأبقى عندي غباء مع الفلوس، يعني أنتوا عارفين أنا ممكن أدور الاقتصاد كده ويقع في لحظة. الغداء ما عارفش البورصة دي بتعمل إيه عموما يعني. وبعدين كنت زمان على طول الأزمنة في بلادنا يقول لك إيه؟ في أزمة اقتصادية. المرتبات مش مكفية، صح كده؟ على طول الزمن من ساعة معينة للدنيا. وبعدين طلعت لي فكرة تفتأت إلى ذهني الاقتصادي، فكرة بصوا تودي أدخلنا بلد في داهية. فكنت أقول للناس إيه الغباء بتاع الحكومة ده؟ بسيطة، واحد بياخد، أنا فكرة أيامنا كان اللي بتعين بياخد 120 جنيه. لا مش في اليوم، في الشهر. 120 جنيه دي ومش مكفية حاجة. فأنا كنت بقول إيه؟ ما يطبعوا فلوس ويعملوا ايه ويدوا الواحدة 2000 جنيه والبلد تختاني. بتحكوا علي ليه الضحك ده؟ وبعدين اقترحت الفكرة على حد من اصحابي، فبصل لي البصة دي والضحكة اللي ضحكتوها ادوات حالا، وساعتها عرفت حكاية الايه الرصيد. والفترة الأخيرة ذكرت كتير في موضوع الرصيد ده، إزاي بيتحدد عمل قيمة عملة كل بلد، مين اللي بيقول دي بلد عملتها قوية ولا ضعيفة، هل الذهب ولا بقى الدولار ولا بقى إيه. ذكرت كتير عاد ما فهمت يعني. لكن عموما الفكرة الأساسية إنه الفكرة مش طبع ورق، الفكرة إيه؟ رصيد. ساعة الرب قال لي كده في قلبي، بتطبعش ورق كتير، المهم الإيه؟ الرصيد. في ورقة بمئة جنيه عارفينها، قصدي عملة دينار بمئة جنيه صح، والجنيه بتاعنا بحوالي 500 ولا كم سوداني دلوقتي. الفكرة مش طبع فلوس، الفكرة بالإيه؟ الرصيد بتاعنا. عشان كده رصيدنا الخفي هو المهم. الدرس الثالث بكل سرعة، لا تقل إلا ما يقوله الرب حتى لو كان صادما ومؤلما لسمعيك. مش هقرا كل الشواهد، بس اول مقابله مع اخاب المفروض طبعا ليه يعمل يقول يا اخاب ايه يا جلاله الملك، وانا حاولت اقابل سيادتك ويا جلاله الملك يعني ان شاء الله الدنيا تتحسن، ايه رايك ما تهدم هيكلين لبعل وابن هيك يعني نعمل هتتحسن هتبقى كويسه ان شاء الله. اول ما ظهر ايليا الاخاب راح قال له ايه؟ لا يكن طل ولا يا حبيبي، قول كلمتين حلوين. يعني انت لسه هتقابل الملك فتقول له كلمتين بق حلو كده؟ لا، بس على فكره ايليا ما قالش الكلام ده من دماغه، الرب قال له ايه؟ روح قول لاخاب كده. والدرس المهم ان لا نقول الا ما يقوله الرب على فمنا، ما يضعه الرب على فمنا.
للأمانة الشديدة الواحد متضايق إنه أغلبنا عايز يقول للناس عايزة تعمل إيه؟ تسمعوا صح؟ لأنه وبولس بيحذر تيموثاوس من الأيام الأخيرة، بيقول واحدة من العلامات بيجيبوا معلمين إيه؟ مستحكة. يعني مستحكة مسامعهم؟ يعني يقولوا كلام على هوى المستمعين خلاص؟ وبعدين كلمونا بالنعمات، قولوا كلام كويس، قولوا كلام حلو، شجعوا فينا. لكن لما الرب يقول ان السماء تتقفل تقول كده يا إيليا، حتى لو ده صادم لأخاب وصادم للبلد وصادم ليك شخصيا، تقول، لان الرب عايزك تقول كده. وانا بصلي من كل قلبي ليا اول واحد وكل شعب الرب وخدام الرب، ايا كان مستوى خدمتنا اللي نقول عليه هو اللي الرب عايز يقوله. فلما رب يحط على فمي تحذير احذر، يحط على فمي توبيخ اوبخ، يحط على فمي تشجيع اعمل ايه؟ أشجع. لما أحط في فمي صلاة أصلي. فما ينفعش أشجع ورب عايزني أوبخ، أو أوبخ وأنا رب عايزني أعمل إيه؟ أشجع، أو أتكلم في وقت رب عايزني أسكت، أو أسكت في وقت رب عايزني أعمل إيه؟ أتكلم. صح؟ لا يا حبة، مهم في أوقات. على فكرة الصمت فضيلة، بس مرات يبقى جريمة. بالمناسبة يعني عمال أفكر وحلل، وأكيد كلنا بنفكر في الحكاية دي، إزاي العالم وصل لكده؟ ازاي يبقى القوانين؟ كنت في زياره البلد فقالوا لي في ثلاث حاجات ممنوع تتكلم عنهم. يعني اول ما تجيب سيرتهم البوليس يمسكك على طول فانت في الشارع. منهم او منهم الهومسيكشواليتي، الشذوذ الجنسي او الجيز. الكلمه دي تقولها تلاقي البوليس فين؟ على راسك، تتحبس على طول. قابلت دكتور نفساني بيقول لي كده هناك، يعني يقول لك جالي واحد بيشتكي من اعراض زي كده، لو غيرت ملامح وشي يعمل فيا ايه؟ يوديني في داهيه، انتهي. بالقانون يعلموا العيال في المدارس انت لا ولد ولا بنت، انت ايه؟ يعني انت نيوترال. لما تيجي اختار، ولو انت قلت لو انت ولد مثلا، يعني قلت لماما انا حاسه انا بنت وماما قالت لك لا انت ولد، تعال قول لنا، يعملوا في ايه؟ ياخدوه يربوه، لان الاب والام دول مش متربيين، مش عارفين يربوا عيالهم. بالقانون ازاي الامور توصل لغايه كده؟ عارفين ليه؟ لان في وقت كان لازم الكنيسه تتكلم وعملت ايه؟ وسكتت. كان لازم يبقى في صوت للحق عالي والمؤمنين والخدام سكتوا وخافوا او تواطؤوا او ما اعرفش ايه اللي حصل. عشان كده لما الرب يقول نقول اللي عايز يقول الرب، كلام حلو، كلام صعب، كلام تشجيع. مش دايما على فكرة الواحد بيقول كلام الرب يعني لازم يكون موبخ، لا، في كلام ايه؟ مشجع من الرب، في كلام يدي سلام للناس من الرب برضو. لكن ما ينفعش نقول سلام قال إلهي بس ما فيش سلام. فاكرين؟ فاكرين الأنبياء الكذبة؟ لما تقرأ وتمشي ورا إيليا في كلامه مع أخاب، كل مرة أول مرة يقول له ايه؟ لا يكون طل ولا مطر، نقفلها. وتاني مرة أنت مكدر إسرائيل، يا ابني قول كلام كويس. المرة التالتة لما قابله بعد ما خد كار من أبوت الإسرائيلي، برضو يقول له على دينونة، قتلت وورثت يا أخاب؟ الكلاب اللي لحس الدم نابوت تعمل إيه؟ تلحس أنت وأهل بيتك وانتهى الموضوع. قول كلام كويس. في حاجة مهمة نعرفها، إيليا المعجزة الكبيرة بتاعته هي إيه؟ قفل السماء، مفيش مطر. ليه؟ هل طلعت في دماغ إيليا نقفل السماء فرح قفلها؟ لا. في الوقت ده كانت عبادة البعل اللي الأخت، مش أخت، الست هانم إزابل لما جابت عبادة البعل، البعل ده كان هو إله إيه؟ الرعد والمطر، ده إله الريح. يعني اي حد في المنطقه بتاعت كنعان في الوقت ده عايزين مطر وعايزين ريح، يقولوا ايه؟ يا بعل اجبنا، عايزين مطر وريح. فالبعل ده هو اله المطر. عشان كده الرب قال لاخاب انا عايز الشعب يعرف ان دواه وكذب، مش البعل هو اله المطر، لكن انا يهوى اله المطر. مش هو اله الخصب والخير، انا اله الخصب والخير. عشان كده دي معجزة إيليا. بالمناسبة الرب في كل وقت يدي معجزة تناسب ما يريد أن يقوله الرب.
في كل وقت الرب يدي معجزة، يدي آية، مش حسب مزاج الشخص، لكن بحسب إيه اللي الرب عايز يعلنه. عشان كده السماء قفلت 3 سنين عشان الناس تعرف إنه البعل مش هو إله المطر، لكن يهوى إله المطر. 4، أخد 5 دقايق تانية كده، كويس؟ أخد 5 تاني، كويس؟ 10، دائما أنتوا كويسين، دائما أنتوا ضيوف. الدرس الرابع المهم، إيليا بيحصد ثمر صلاته بغلق السماء. إيليا طلع كده وقال إيه؟ لا يكن طل ولا مطر من فم الرب، ومارس السلطان الرب ادهوله. إيليا، وده الغريب اللي لازم نتعلمه ونعرفه، إيليا حصد ثمر كلامه وصلاته واللي قاله. كان المفروض إيليا يعمل إيه؟ يستثنى من الجفاف، صح؟ هل تم استثناء إيليا من الجفاف إطلاقا؟ عشان كده الرب قال له إيه؟ يلا إيليا تروح على نهر كريز أو كريت، وبعدين تروح على صرفة صيدون، هعولك بغربان وبأرملة. إيليا حصد ثمر صلاته، الرب عايز يعمل حاجة في الأمة دي، ورب استخدم إيليا. ولما إيليا قال أنا رجلك، أنا هنا يا رب استخدمني، فرب قال له يلا أنت كمان تحصد اللي الأمة بتحصده، عشان أنا عايز أغير الأمة دي. أقرب لكم الصورة عشان ده مهم قوي. وإحنا بنصلي عشان بلدنا سنين طويلة كتير قوي، قبل 2011 كان عندنا كمية صلوات عشان البلد، لأنه بصراحة البلد وصلت لحتة فين، وكان قمة السوء بتاع البلد تفجير القديسين، فاكرين؟ ديسمبر 2010، فاكرين؟ 2010، لو فاكر التاريخ يعني، تفجير كنيسة القديسين. كان خلاص، والكنيسة عمالة الصلوات تصلى عشان البلد وعشان تغيير يحصل وعشان رب يجي البلد دي، والكنيسة منفجرة بالصلاة، وزق الكنيسة امتلأ عن آخره. 2011، 25 يناير عيد الشرطة، 28 يناير جمعة الغضب، 11 فبراير التنحي، وبعدين بدأنا إيه؟ السجون تفتحت، فاكرين السجون تفتحت؟ بس ما طلعش بولس وسيلة، طلع عبود الزمر والاسلامبولي وكل الاخوه الافاض. وبعدين فاكرين لما كنا بنصلي عشان 3000 نفس كده، يا رب بعتهم لنا كده شجعونا، قعدت اصلي كتير ومحد بالليل هنا كده. تاني يوم في الجرايد 3000 عائد من افغانستان امام الله، جابهم طيارات شارتر من افغانستان ارهابيين سكنهم في سينا. وانت لقى انقلابات، وايه ده؟ ايه يا رب؟ ايه في ايه؟ احنا كنا بنصلي غلط؟ لا، انت كنت بتصلي وانا بستجيب للكنيسه، بس الكنيسه بتجتاز ايه؟ نفس الظروف اللي الامه بتجتاز فيها. كل ما نصلي عشان امور هنجتاز ثمن صلواتنا. مش عايز تصلي ما تصليش، مش عايز تدفع ثمن ما تدفعش، بس مش تتبارك، مش هتكون جزء من الحدث الإلهي، مش هتكون جزء من بتشوف إيد رب بتغير في الأحداث والتاريخ، مش هتكون شخص ملكوتي ولا امرأة ملكوتية. لما تقول يا عم أنا مالي، إحنا نعيش يومنا فين؟ في سلام وخلاص. كانت مشيئة الله الصالحة إنه في الوقت ده السماء تقفل، لكن الدرس اللي بعده إنه في إعالة. السماء قفلت، إيليا حصد نتيجة صلاته، ورب قال له يلا بقى على النهر. وبعدين أنا عمال أتخيل كده إيليا ما كنا قاعدين وساكتين أو بناكل ونشرب مبسوطة، يلا روح على البساط، يلا على النهر، قعدنا في النهر وغربان حلو زي الفل، النهر حصل له إيه؟ يلا تفضل على حتة إيه ده؟ وبعدين أنت غربان تأكلني، وبعدين أروح لامرأة إيه؟ أرملة. عيب بصراحة، عيب يعني. إحنا في مجتمعنا الشرقي، وليك الرجل الشرقي زينا يروح لامرأة أرملة تعولوا، ده لو أرملة، لو هي امرأة مش أرملة هيعمل إيه؟ هيبقى مكسوف يقول لها اديني اعملي لي كعكة ولا عايزة. عيب، ليه البهدلة وقلة القيمة دي؟ غالبا لازم نحصد نتيجة. بس لما قفلت في الزمن ده كان في حاجة اسمها إيه؟ الإعالة. أنا هجري بسرعة. الله لا يعفينا من المجاعة يا أحبة، درس مهم قوي. الله لا يعفينا من المجاعة لكنه يعولنا فيها.
ما فيش مؤمن معفي من المجاعة، ما فيش مؤمن معفي من الألم، ما فيش مؤمن معفي من المرض، ما فيش مؤمن معفي من الأزمة. أنا بوعظ كتير على الحكاية دي وناس زعلت مني، بس نقول تاني ما فيش مؤمن كده. وأي حد يقولك المؤمن ما يمرضش وما يتعبش وما يضعفش، ده نبي كاذب، ده مش بيتكلم بكلمة الله، ده لا يقدم إنجيل المسيح، ده بيقدم إنجيل زائف مزيف. لكن إيليا جاع، إحنا مش معفين من المجاعة، لكن الرب يعولنا فين؟ في المجاعة. عشان ما تصدمش، هتخش في المجاعة لكنه هيعولك في المجاعة. الطريقة غريبة جدا، أنا بجري بسرعة، الغربان وامرأة أرملة، الغربان تاخد ما تديش، مش مهم دي عارفينها كتير، لكن الأرملة ده أرملة ايه؟ صرفة. عارفين المكان ده فين؟ عارفين أسبعل اللي هو أبو مين؟ إيزابل حما أخاب. كان هو كاهن البعل وهو الملك فين؟ في المنطقة دي، المنطقة اللي الرب أعال فيها إيليا في صرفة صيدون، كانت منطقة نفوذ أسبعل أبو إيزابل. يعني الرب يقولك إيه؟ هعولك غصب عن أخاب وإيزابل وأبو إيزابل وأي سلطان. الرب أعاله في المكان اللي كان فيه تهديد. أنا في رأيي أحب دي المعجزة، لما تبقى الدنيا كلها ماشية هادية وسليمة كده، فتحس فين الاختبارات؟ بصراحة احنا في مصر يعني يتهرنا اختبارات، مش كده؟ في الأيام دي رب يعولنا بطرق غريبة وعجيبة. درس السادس بسرعة نهاره هو، اللي بيعول وبيعطي وبيخدم يفاجأ إنه يعال وإنه بيخدم. المرأة عالت إليا ولا إليا أعال المرأة؟ الأرملة هي اللي قالت أعلته، بس اكتشفت إن هو اللي عمل إيه؟ هو اللي أعلها. لما بنعول الآخرين ونخدم الآخرين نفاجأ إن إحنا بنعمل إيه؟ إحنا اللي بنعال وإحنا اللي بنخدم. كل ده ما كفاية. طيب هقول درسين ونختم بيهم. مفاجآت الله، توقع مفاجآت الله في الزمن السيء ده. كان في مفاجآت إلهية. إيليا اتصدم، خلاص إيليا اتصدم وهرب، ورب لما سأله بتعمل ايه هنا قال له انت ما تسألنيش، بص هدم وذبحك وعمل ايه؟ قتل أنبياءك وبقيت أنا. كم واحد فينا بيحس هذا الإحساس؟ إحساس بيجل على فكرة أغلبنا وكلنا، بس مش صح. بقيت أنا وحدي. فالرب خد المفاجأة اللي هي بقى، لو كنا سألنا عبادية، يا عبادية إيليا بيقول إن هو لوحده، فلا لا 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 يا إيليا نفسي قابلك، أديلك تليفون، أبعت لك مسج، في كم واحد عندي في المغارة؟ 150. ده أقصى طموح مؤمن يجيبه في الوقت ده، إن في 150 مؤمن ولسه راس أمنا. فالرب قال لي إيليا على فكرة أنت مش لوحدك، ولا يا عبادية في 150، أبقيت لنفسي كم؟ 7000 ركبة لم تنحني. بأمانة دي عايزة هللويا يعلم الله. يفضل الرب يبقي نفسه أمنا في كل مكان في كل زمان، لما تظلم قوي، لما تحس بالفساد قوي، لما تحس بص الكنيسة تضعف لكن ما تموتش، الكنيسة تضعف لكن لا تموت. ليه؟ لأنه فيه رأس حي يفضل يبعت. شفت بعناية في أماكن كتيرة، في قرى ومدن وفي مصر وبره مصر، أماكن ضلمة أماكن ضعيفة، بس تلاقي في إيه؟ واحد اتنين متشجعين طالبين الرب، مش بس ده اللي شايفهم، لكن اللي متشاف إيه؟ اللي مش متشاف أضعاف. بس عايز أشجعك، خليك واحد من دول، حتى لو بقيت أنا واحد، خليك وحدك، حتى لو مع 150 في المغارة زي بعضه أو مع 7000، خليك واحد منهم. آخر حاجة، لا تستغرب ضعفك، تستغربش ضعفك. إيليا في جبل الكرمل كان في قمة المجد بتاعه، 450 نبي. طبعا دي إشكالية، إزاي يقتل ويقولك ما فيش قتل وما فيش دم؟ المجرمين دول علموا شعب الرب يعملوا إيه؟
يذبحوا أطفالهم ذبائح للإله ده. كان ببساطة اللي بيحصل فيهم عبارة عن إيه؟ قدام كل الأطفال اللي قتلوا وذبحوا أحياء كان لازم يدفعوا الثمن ويعاقبوا على اللي عملوه، مجرمين. لكن بعد القمة دي اتدحضر إليه وهرب وخاف. كم واحد مصدوم في نفسه أو بيتصدم في نفسه؟ أنا عايز أهنيك من كل قلبي لو مصدوم في نفسك. عايز أهنيكي من كل قلبي لو أنت جيت في وقت عملت إيه؟ اتصدمت في روحك عشان تحس وتتأكد وتعرف إن سر قوتك مش فيك، إن أنت في قمة مجدك ده مش بتاعك، ان انت في قمة سلطانك ده مش منك ده منه. عشان كده لما بننزل من جبل الكرمل ونروح نختبئ نعرف انه احنا قوتنا مش فينا، فضل القوة لله لا منا. زمن سيء او زمن رديء، لكن في مشيئة صالحة. تعالوا نصلي. أنا قلت كلام كتير وكان المفروض بصراحة ياخد الخدمة على مرتين ولا حاجة، لكن عايز أشجعك كده. اللي الرب كلمك بيه، اللي الرب كلمك بيه رد عليه واطلب واتحد بالكلام. أشجعك من كل قلبي إنه الزمن بتاعك يبقى مش زمن أخاب لكن زمن إليه. يبقى الزمن بتاعك أنت زمن الكنيسة، زمن المؤمنين الخدام، زمن المكرسين للرب. يمكن تحس ان انت حظك وحش، جيت في زمن وحش، بس الرب اوجدك مش بحظ، هو اوجدك لهدف وغرض. تجود السماء بافضل ما عندها لما تجود الارض باسوأ ما فيها. رب اوجدنا في الزمن ده يا احبة عشان عايز يعمل حاجة بينا في هذا الزمن. قولوا اني انا بستقبل كده من ايديك يا رب. مش هقعد ألعن في أيامي، مش هقعد أكره أيامي وظروفي، لكن عايز أستقبل منك إنك أوجدتني حتى لو في زمن أخاب وإزابل. علمنا يا رب أن نتكلم إلا ما تضعه على فمنا يا رب. علمنا يا رب أن السلطان بيجي في المخدع. علمنا أن القوة بتيجي من ضعفنا قدامك. علمنا أن رصدنا في الاختباء، رصدنا قدام المكتوب لما يكونش حد شايفنا، لما يكون في خلوتنا الشخصية، لما بنركع ونطلبك من كل القلب بتواضع وباحتياج وبانسحاق. اللي عايز سلطان لازم الرب يمارس سلطانه عليك وعليا عشان يدينا سلطان. قول يا رب خد كل سلطانك عليا يا رب. رب يعولنا يا أحبة في زمن المجاعة، مش هيعفينا من المجاعة لكن يعولنا فيها بطرق لا نتوقعها. عايزك أنت كمان تعول معايا، ولما تعول الجوعة سيعولك سيعولك. هو السيد ليك السلطان وحده رب العينة ملك الملوك تاني
بعيدا. أيوة يا رب، أيوة يا رب، نعلن كده. عن فكري بعيدا لكن بإيماني بصدق الكلمة دي. قوله استخدمني، استخدمني، استخدم أيامي يا رب، استخدم أيامي يا رب، استخدم أيامي يا رب. أنا مش عايز أكون عرض في الزمن يا رب. استخدم بيتي، استخدم الكنيسة يا رب. صلي الصلاة دي بمنتهى البساطة ومنتهى الوعي. قوله استخدمني، كل طاقة فيا يا رب، بضعفي، بظروفي، استخدمني يا رب. مش عايز اعيش حياتي كلها شكوى، لكن عايز اعيش حياتي كلها مستخدم من يديك يا رب، من فضل جلالك يا رب. في المحيط اللي انا فيه، ايا كان كبير صغير، استخدمني يا رب. انت لو جاتني في الزمن ده، في المكان ده، فاستخدم عمري كله، حتى لو كان صوت صارخ في البرية. اشكرك من كل القلب لأنك صاحب السلطان. نشكرك لأنه حتى لو كان الزمان رديء، لكن ليك مشيئة صالحة لا يبطلها الزمن ولا يبطلها العدو ولا تبطلها شر الناس. مبارك اسمك للأبد. وصلي لأجل كل شخص أمامك يا رب، رجال وسيدات، كبار وصغار، الكل يكون مستخدم من قبلك يا رب. ادينا أيام نعيشها ليك، نرضيك، نخدمك، نكرمك. املأ كل احتياج يا رب، كل جوع وكل مجاعة. أنت تعول وتطمئن يا رب، ودي نعمة أن نعول الآخرين يا سيدنا. لك المجد في وسطنا، في اسم يسوع، آمين.